بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس الخامس والخمسون. رجعت بخفي حنين. يحكى أن أعرابيا قصد الحيرة ليشتري بعض الأمتعة. يحكى فعل مضارع مبني للمجهول. أن حرف مشبه بالفعل. أعرابيا اسم أن. قصد فعل مفعل. والجملة الفعلية في محل رافع خبر أن. والمصدر المؤول من أن واسمها وخبرها في محل رافع نائب فاعل. الحيرة مفعول به لحرف جر. يشتري فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد حرف الجر. وفعله ضمير مستتر تقديره هو. والمصدر المؤول من أن والفعل في محل جر بحرف الجر. والجار والمجرور متعلق بالفعل قصد. بعض مفعول به مضاف الأمتعة مضاف إليه. فقابله وهو في سوقها إسكاف يدعى حنينا وبيده خفان. ألف حرف عطف. قابل فعل ماض مبني على الفتح. هو مفعول به. الواو واو الحال هو ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رافع مبتدأ. في سوق شبه الجملة في محل رافع خبر المبتدأ. سوق مضاف ها مضاف إليه. إسكاف فاعل قابل. يدعى فعل مفعل. والجملة الفعلية في محل رافع نعت لإسكاف. حنينا مفعول به. الواو واو الحال بيد شبه الجملة في محل رافع خبر مقدم. ويد مضاف هي مضاف إليه. خفان مبتدأ مؤخر مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مسنى. فساومه الأعرابي بهما ولم يشترهما لغلاء ثمنهما. هل فهم حرف عطف. ساوم فعل ماض هو مفعول به. الأعرابي فاعل بهما متعلقا بالفعل ساوم. الواو حرف عطف لم حرف جزم. يشتري فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف حرف العلة. وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو. هما مفعول به لغلاء متعلقا بالفعل يشتري. وغلاء مضاف ثمن مضاف إليه. ثمن مضاف هما مضاف إليه. فاغتاس الإسكاف عليه وأضمر له في نفسه السوء. الفاء حرف عطف. اغتاز فعل ماض. الإسكاف فاعل عليه متعلقا بالفعل اغتاز. وحرف عطف. أضمر فعل فاعل له متعلقا بأضمر. في نفس متعلقا بالفعل أضمر. ونفس مضاف هي مضاف إليه. السوء مفعول به. فخرج إلى الطريق الذي لا بد للأعرابي من المرور به. الفاء حرف عطف. خرج فعل مفعل إلى الطريق متعلقا بالفعل خرج. الذي اسم مفصول في محل جر نعت للطريق. لا حرف لنفي الجنس. بد اسم لا وخبرها محذوف تقديره موجود. ولا مع اسمها وخبرها صلة المفصول لا محل لها من الإعراب. للأعرابي متعلقا ببد. من المرور متعلقا ببد. به متعلقا بالمصدر. فعلق أحد الخفين في شجرة على ذلك الطريق وتقدم قليلا وطرح الآخر واختفى. الفاهم حرف عطف. علق فعل وفعل. أحد مفعول به مضاف الخفين مضاف إليه. في شجرة متعلقا بالفعل علق. على ذلك شبه الجملة في محل جر نعت لشجرة. الطريق بدل. وحرف عطف. تقدم فعل وفعل. قليلا نائب مفعول مطلق. الواو حرف عطف. طرح فعل وفعل. الآخر مفعول به. الواو حرف عطف. اختفى فعل وفعل. فجاء الأعرابي حذاء الخف الذي فوق الشجرة فقال ما أحسن هذا الخف وما أشبهه بخف حنين. لو كان معه الآخر لأخذته. الفاء حرف عطف. جاء فعل الأعرابي فاعل. حذاء ظرف مكان مضاف الخف مضاف إليه. الذي اسم مفصول مبني على السكون في محل جر نعت للخف. فابقى ظرف مكان مضاف الشجرة مضاف إليه. شبه الجملة صلة المفصول لا محل لها من الإعراب. الفاء حرف عطف. قال فعل مفعل. ما اسم تعجب مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. أحسن فعل ماض مبني على الفتح. والفاعل ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره هو.
عائد على ما هذا مفعول به الخف بدل الواو حرف عطف ما اسم تعجب مبني على السكون في محل رفع مبتدا أشبه فعل ماض مبني على الفتح والفاعل ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره هو عائد على ما هو مفعول به بخف متعلقا بالفعل أشبه وخف مضاف حنين مضاف إليه لو حرف شرط كان فعل ماض ناقص مع ظرف مكان مضاف هو مضاف إليه وشبه الجملة في محل نصب خبر كان الآخر اسم كان وكان معه الآخر فعل الشرط لا واقعة في جواب الشرط أخص فعل والتاء فاعل هو مفعول به والجملة الفعلية جواب الشرط ثم تقدم فرأى الخف الآخر مطروحا ثم حرف عطف تقدم فعل وفاعل الفاء حرف عطف رأى فعل وفاعل الخف مفعول به الآخر نعت مطروحا حال فنزل وعقل بعيره وأخذه ورجع ليأخذ الأول الفاء حرف عطف نزل فعل وفاعل الواو حرف عطف أقل فعل وفاعل بعير مفعول به مضاف هو مضاف إليه الواو حرف عطف أخذ فعل وفاعل هو مفعول به الواو حرف عطف رجع فعل وفاعل لي حرف جر يأخذ فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد اللام وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو والمصدر المؤول من أن والفعل في محل جر باللام والجار والمجرور متعلق بالفعل رجع الأول مفعول به وفي ذلك الوقت خرج حنين من مكمنه فأخذ البعير وذهب الواو حرف عطف في ذلك متعلقا بالفعل خرج الوقت بدل خرج فعل ماض حنين فاعل من مكمن متعلقا بالفعل خرج ومكمن مضاف هي مضاف إليه الفاء حرف عطف أخذ فعل وفاعل البعير مفعول به الواو حرف عطف ذهب فعل وفاعل فلما رجع الأعرابي إلى المكان الذي عقل فيه بعيره لم يجده الفاء حرف عطف لما ظرف زمان يتضمن معنى الشرط مضاف وهو متعلق بالفعل يجد رجع فعل ماض الأعرابي فاعل والجملة في محل جر مضاف إليه إلى المكان متعلقا برجع الذي في محل جر نعت للمكان عقل فعل فاعل فيه متعلقا بعقل والجملة الفعلية صلة المفصول لا محل لها من الإعراب بعير مفعول به مضاف هو مضاف إليه لم حرف جزم ونفي وقلب يجد فعل مضارع مجزوم بلم وفعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو مفعول به فتأسف كثيرا ورجع إلى أهله ماشيا الفاء حرف عطف تأسف فعل وفعل كثيرا نائب مفعول مطلق التقدير فتأسف تأسفا كثيرا أو نعت لمفعول مطلق محذوف الواو حرف عطف رجع فعل وفاعل إلى أهل متعلقا بالفعل رجع وأهل مضاف هي مضاف إليه ماشيا حال من الضمير المستتر في رجع فسألوه بما رجعت من الحيرة الفاء حرف عطف سأل فعل والواو فاعل هو مفعول به بحرف الجر ما اسم استفهام في محل الجر بحرف الجر والجار والمجرور متعلق بالفعل رجعت فعل والتاء فاعل من الحيرة متعلقا بالفعل رجعت فأجابهم بقوله رجعت بخفي حنين فصارت مثلا يضرب لكل من رجع خائبا من سعيه الفاء حرف عطف أجاب فعل وفاعل هم مفعول به بقول متعلقا بالفعل أجاب وقول مضاف هي مضاف إليه رجعت فعل والتاء فاعل بخف متعلقا بالفعل رجعت وخف مضاف حنين مضاف إليه ورجعت بخف حنين في محل نصب مقول القول للمصدر الفاء حرف عطف صارت فعل ماض ناقص وهو من أخوات كان واسمها ضمير مستتر تقديره هي في محل رفع مثلا خبر صارت يضرب فعل وفاعل والجملة الفعلية في محل نصب نعت لمثلا لكل متعلق بيضرب وكل مضاف من اسم مفصول في محل جر مضاف إليه رجع فعل وفاعل والجملة الفعلية صلة الموصول لا محل لها من الإعراب خائبا حال من سعي متعلق برجع وسعي مضاف هي مضاف إليه أو من سعي متعلق بخائبا والله أعلم بالصواب.